d'abord. فعلا كانت اليوم هذه ندوة صحفية حول الأفق الاستراتيجية للشركة العامة في المغرب على مدى 2022-2025. كيف قال السيد الرئيس، العكس الأول هو الموديل ريتيل، يعني لو موديل داجونس و لو موديل ريتيل كون ادريس ا ترافير لو موديل فيجيتال و لو موديل الرقمي 100% اللي هو لو موديل سوجي. بطبيعة الحال لاكس دو التحول الرقمي اللي سنعيشوه في البلاد ديالنا تيعيشو العالم، والبنكة متجهة في هذا الاتجاه هذا وعملات على الاستثمارات، على التجهيزات الأساسية، على الكفاءات المهنية والأشخاص اللي يعملوا معنا في هذا المستوى وهذا. كذلك مواكبة التحول الأخضر للاقتصاد والاقتصاد المغربي خاصة في إطار لي شين دو فالور العالمية، وحنا كمؤسسة بنكية مستعدين أننا نواكبوا ونساعدوا الزبناء ديالنا في هذا الاتجاه عن طريق الكفاءات، عن طريق الإكسبرتيز، عن طريق التمويل المناسب. من 2019 ل 2021 استثمرنا أكثر من 1.3 مليار درهم في مجموعة الاستثمارات اللي قمنا فيها. ما بين 2022 إلى 2025 مجموع الاستثمارات يفوق 3 ملايير درهم، منها مليار درهم ديال مشروع سي اف سي، ومنها 2 ملايير درهم ديال الاستثمارات المعلوماتية، لو سيستيم دانفورماسيون، لي موديل ريزو اكسيتيرا كون اون تران دو ديبلوي. دونك هذه هي مجموع الاستثمارات اللي موناها 2019-2021 واللي سننوي ان شاء الله اننا نمولوها في الفتره ما بين 2022 و2025 في جميع النطاقات اللي دويت عليها، يعني الاستثمارات في في في, في العقار، في لي سياج، الاستثمارات في المعلومات، في لا ترانزيسيون ديجيتال الرقميه، وفي لاكومبانيمون دون كابيتال هيومان. دونك هذه هي الاستثمارات الكبرى التي غنخدموا عليها ان شاء الله في السنوات المقبله.